احنا بنتكلم على محطة نووية تستطيع تبقى للمعايير العالمية ان تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متر في الثانية دون ان يؤثر ذلك طبعا على السلامة النووية اللي احنا بنتكلم عليها. اخيرا وبعد طول انتظار، مصر تبدأ في تركيب اول قطعة نووية في مفاعل الضبعة. فبالتوازي مع عمليات إنشاء وحدات المفاعل التي تصل إلى 4 وحدات، تستعد مصر لتركيب أول وحدة ثقيلة هي مصيدة قلب المفاعل النووي، وهي من أهم أجزاء المفاعل وتتعلق بالأمان خلال عمليات التشغيل. فهي تعمل على استقبال مواد قلب المفاعل المنصهرة التي تكون أشبه بالحمم البركانية، وتصل درجة حرارتها إلى حوالي 2000 درجة مئوية، وتحتفظ بها وتمنع وصولها إلى جوف الأرض، كما تمنع انبعاث المواد المشعة. الوحدة الثقيلة التي وصلت من روسيا هي أحد مكونات الأمان الرئيسية في المفاعل، ويكون عمرها الافتراضي من عمر المفاعل، أي أكثر من 60 عاما، وستقوم مصر بتركيبها في وحدة الطاقة الأولى تزامنا مع احتفالات انتصار أكتوبر المقبلة. ما يعني أن العمل في المحطة النووية المصرية يسير وفق الجدول الزمني، وأن المشروع يحقق أعلى معايير الأمان العالمية. أول قطعة من القطع الثقيلة اللي بتتركب في المحطة النووية بيسموها مصيدة قلب المفاعل، دي وصلت على الرصيف الضبعة وهتتركب إن شاء الله في 6 أكتوبر. ويتم إنشاء المحطة في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، لتصبح من أولى محطات الطاقة النووية في شمال أفريقيا، ومحطة توليد الكهرباء الأولى من نوعها في مصر. وتنتمي التكنولوجيا المستخدمة في محطة الضبعة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، التي تتطابق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي وضعتها بعد حادثة فوكوشيما، بما يعني أن بناء محطة الضبعة يستند لأعلى معايير الأمان العالمية. وتتميز الطاقة المنتجة من المفاعل النووي باستقرار أسعارها، ولا يشكل الوقود سوى نحو 15% من إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء منها، أي أنها طاقة رخيصة وتقتصر التكلفة الأكبر فقط على إنشاء المفاعل، ويستطيع المشروع تعويض نفقاته خلال 15 سنة، في حين يبلغ عمر المحطة أكثر من 60 عاما، أي أن مصر تستفيد لمدة 45 سنة من إنتاج تلك الطاقة الرخيصة. محتاجين يبقى عندنا تنوع في مصادر الطاقة بتاعتنا، بغض النظر عن التكلفة المالية اللي بتنتج عنها. يعني الطاقة النووية بتتكلف في الأول كتير، لكن هي تعتبر أرخص مصدر للطاقة على المدى البعيد. العمر افتراضي المحطة من 60 عام، وإن شاء الله تمتد إلى 80 عام أيضا. كما أن الطاقة المولدة من المفاعلات النووية هي طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، وتتميز أيضا باستقرارها بغض النظر عن العوامل الجوية، إضافة لانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء بها. وستقلل اعتماد مصر على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز في توليد الكهرباء. الطاقة النووية صديقة جدا للبيئة، هتقلل جدا الانبعاثات الضارة اللي طالعة، سأوفر البترول والغاز للأجيال القادمة، كل اللي أنا هولد من النووي أوفر بترول وغاز. ستولد محطة الضبعة 4800 ميجاوات من الكهرباء عبر 4 مفاعلات نووية، ومن المتوقع أن تصل حصة تلك المحطة في إنتاج الكهرباء بمصر إلى قرابة 10%. هي فيها 4 مفاعلات، المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، تبقى القدرة النهائية بتاعتها 4800 ميجاوات، وده رقم كبير مش رقم قليل. وتستهدف مصر دخول المفاعلات النووية 4 إلى الخدمة بكامل قدراتها في عامي 2028 و2029. ومع وصول المكون الرئيسي للأمان في المفاعل، بدأت روسيا أيضا في إنتاج محركات محطة الضبعة النووية، وسيتم تسليمها بداية من عام 2025 وحتى عام 2027، لتبدأ مصر بعدها في تشغيل المفاعلات ودخول عصر الطاقة النووية لأول مرة في تاريخها. احنا بنتكلم على ان احنا حريصين على امتلاك معرفة نووية، برنامج نووي لأغراض سلمية، وده مش هنغيره.